آلهة الصيد، هي ديانا، هي آلهة الصيد ديانا عند الرومان، وأرتميس عند اليونان. أرتميس عند اليونان تمثل الوظيفة نتاعها في الصيد والطواف في البراري وحماية الصيادين أيضا. تقول الحاجات اللي تخلينا نتعرف على الآلهة ديانا في لوحة فسيفسائية هي أدوات الصيد، هوني نلقاو القوس والسهم. والإطار المكاني نتاعها يتكون من حيوانات. دونك عندنا لوحة أخرى، لدينا لوحة أخرى في القاعة هذه تجسد الآلهة ديانا. هل يمكن التعرف عليها أم نفق القاعة؟ تمكنت ديانا من السيادة هي في كامل الأرض وتمثل براعة الفسيفساء. هو الدب براعة الفسيفساء، وهناك آثار بالدماء ونجد أيضا بجانب الإله ديانا الإله مارس. فما فرضية تقول إنه الإنسان العايش بيكون هو المصارع في حلبة المصارع، والحيوان بعض الحيوانات بتستعملها أيضا للمصارعة. نفس القاعة نجد فيها أيضا وفوق نبتون هو إله المحيطات. دونك فما فرق بين إله المحيطات وإله البحر. هو أوسيون، أوسيون هو إله المحيطات. نتعرف عليه بطرق